طيب، احنا معانا دكتور عمرو فؤاد، مدرس واستشاري جراحات العظام بكلية الطب. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، ازي حضرتك؟ الو الو، ايوه دكتور، مساء الخير يا دكتور. كده كويس، مساء الخير، ازي اتفضل. حضرتك؟ اهلا بيك يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، الحمد لله الحمد لله، كله كويس. دكتور، احنا عايزين نفهم هل فعلا المخدة بتؤثر على نومنا، وهي اللي بتتسبب في ان احنا بنقوم من النوم فقرات رقبتنا وجعانا وظهرنا وجعنا عندنا صداع، ده ممكن يكون حقيقي؟ طبعا بلا شك ان المخدة يعني ليها تأثير كبير جدا 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 على حياتنا وعلى يومنا بشكل مؤثر. يعني ايه؟ احنا كلنا طبعا لو انا ما نمتش كويس، او كان عندي ارق، جاست ان عندي ارق ما نمتش كويس، طبعا ده بيؤثر على بقيه اليوم بتاعي، في ان انا مش هكون مركز كويس، مش هقضي يومي لطيف، مش هكون مركز في شغلي، هيكون عندي صداع، هيكون عندي تيبس، هكذا هكذا. او بنقول ان السبب الرئيسي بيكون في الحاجات دي الحقيقه بيكون هو الوساده. لان احنا للاسف احنا زي ما حضرتك تفضلتي، طبعا انا سمعت المقدمه. ايوه، ان طبعا اللي هو التكنيك اسمها دلوقتي تكنيك، او الالام اللي مصاحبه للتكنولوجي اللي احنا كلنا دلوقتي اللي هي معانا، الفيسبوك طول الوقت، انستجرام طول الوقت، حتى التصفح في القرايه او الكلام ده كله عن طريق الموبايل او اللابتوبس او كده. فالحقيقه العادات السيئه ومنها الوساده، ده طبعا بيؤثر على الشكل الطبيعي او الغذاء او التدفق الدموي، حاجات كتير جدا. الدم اللي بيوصل للمخ، يعني حضرتك تقصد يا دكتور، مش كده؟ بالظبط كده. أوكي. المخ والفقرات والغضاريف، يعني والغضاريف اللي ايه العنقيه. فبالتالي لو انا ما نمتش كويس بوساده كويسه ملائمه ليا، الحقيقه ده بيؤثر عليا طول الوقت. زي ما حضرتك تقولي، من اول المزاج، ان انا مزاجي مش رايق، مش مركز، عندي اي عندي صداع. ايوه. ومع الوقت برضو زي ما حضرتك تفضلتي بالظبط، مع الوقت حضرتك بيحصل تيبس او بيحصل خشونه في الفقرات في الوقت قريب، يعني في وقت اكثر من اللي هو مثلا بيمارس الرياضه او ان هو بينام على مخده مريحه او كده. أيوة. فاختيار المخده دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. طب يا دكتور، هل ممكن الواحد يستغنى عن المخده خالص؟ يعني ممكن ان انا انام على المرتبه من غير اي مخده، ولا ده برضو بيسبب ان ممكن اصحى الاقي ان رقبتي اخذت وضع مش كويس؟ بصي هقول لحضرتك حاجه. هو اولا هو ايه الوضع المثالي للرقبه؟ ايه الوضع المثالي؟ الوضع المثالي اللي هو اللي انا ربنا خلقني فيه، ان الراس بتكون موجوده على الجسم زي ما حضرتك في وضع المشي، وضع الجلوس، كويس؟ يعني الرقبه بتكون موازيه للجسم. حصل ان البندنج بقى، يعني هي بقت واطيه او عاليه، سواء في الاتجاه الامامي او الخلفي، يعني واحد نايم على ظهره ورقبته راجعه قوي لورا، او واحد نايم أو واحد نايم على المعدة، كويس، ورقبته راجعة لورا، كل دي أوضاع خاطئة، كويس. أو حد نايم على مخدة عالية بالجنب، يعني هو نايم على جنبه كل حاجة، بس نايم من المخدة عالية، لأن المخدة عالية من اتجاه، فبالتالي بيبقى جاي على ناحية تانية. أوكي، أو واطية فيجي على الناحية دي. كل ده بيؤدي إلى إيه بقى؟ واحد أنا اتفضل يا دكتور. معلش الصوت قطع يا دكتور. كل ده بيؤدي الى حضرتك، معلش ممكن تغير الاتجاه وانت واقف او حاجه كده؟ الو، صوت بيقطع. طب الصوت بيقطع، معلش ممكن نجرب الاتصال تاني يا جماعه بعد اذنكم؟ طيب، انت عارفه دايما بقول ايه يا رانيا؟ بقول ان المخده المظبوطه هي عرض كتفي. انا هسال فيها الدكتور لما يرجع لنا. عرض كتفك ليه؟ عشان تفضل الراس قايمه، فالحته دي هي اللي تبقى واخده المخده الجزء ده. بس يا ترى هل المخده اللي انت تناسبك تناسبني وتناسب اي حد تاني، ولا هي بتبقى في، عارفه في مخدات بتبقى يعني كده واخده الكيرف بتاع الطبيه دي، اللي هي واخده الكيرف بتاعه الرقبه، هل دي اريح، ولا ان المخده تبقى كلها يعني سوى واحد، بحيث ان انت وانت نايمه وانت جايه على جنبك بقى دي ما تملش قوي، لا بتبقى واخده كده الستريت لاين، يعني تبقي كده بالظبط، وده فعلا بيأثر على. احنا الدكتور رجع لنا تاني. دكتور مساء الخير. اهلا، معلش احنا اسفين. اتفضل. مفيش حاجه.
فدلوقتي لو واحد حضرتك قلت ده بيؤدي الى تني الرقبه اكتر من اللازم. طب الرقبه دي مكونه من ايه؟ مكونه من عضلات، في عضلات هيحصل لها شد وعضلات الاخرى في الاتجاه الثاني هيحصل لها ارتخاء. كويس. تمام. طب نفس الكلام حاصل في الاربطه اللي هي بتاعه الفقرات، وحاصل في العظم نفسه الفقرات نفسها. فكل ده بيؤثر على الامداد الدموي للفقرات. يبقى انا الدم مش واصل كويس للفقرات، فده بيؤدي الى خشونه مبكره. في نفس الوقت بيؤدي الى تيبس العضلات. فبالتالي اقوم من النوم انا عندي الم في رقبتي. ايوه. اقوم من النوم انا عندي صداع. كل ده بسبب ان انا نمت خطا. طب ايه الحل؟ ان انا انام على مخده فيها يكون وضع الرقبه مستقيم او موازي لوضع الجسم. يعني ما تكونش عاليه او واطيه. طب انواع مخدات كتير في السوق، اروح اشتري اقول له ايه اعمل ايه؟ اللي هو الناشفه ولا الطريه يا دكتور؟ انهي المفيد اكتر؟ الطريه طبعا. الطريه؟ لا الطريه بجد؟ الطريه بس مش الطريه بعمل العكس. بس مش لا لا بس مش الطريه اللي هي ريش نعام يعني. اه هي طريه بحيث ان هي تكون برده ما تندلش بالراس، بوزن الراس اكتر من اللازم. الفكره كلها يا هانم ان احنا محتاجين ان المسافه ما بين قاعده الرقبه لحد الكتف زي مثلا 25 سم. هتكون المخده 25 سم بعد وزن الراس عليها. مع حضرتك يعني انا بعد ما حطيت وزن راسي على المخده خلاص بقى الطول او المسافه 25 سم. 25 هو ده اللي انا محتاجه. اللي هو تقريبا عرض الكتف يعني يا دكتور؟ لو بالظبط كده. فكل واحد بعرض كتفه، واحد عرض كتفه 20 يبقى محتاج وساده تكون 20 سم بعد وزن الرقبه. يعني الفكره ان الرقبه تكون موازيه للجسم او موازيه للسرير. طب المخدات يا دكتور اللي هي بتبقى واخده كيرف، اللي هي بيقولوا ان دي المخده الطبيه بتبقى واخده كيرف اللي تحت كده، هل دي فعلا مخده مناسبه ولا اللي هي بتبقى ستريت حته واحده كده هي اللي بتبقى مناسبه اكتر؟ لا هي طبعا الستريت، طبعا الستريت. وما فيش حاجه اسمها مخده ميديكال. ما فيش حاجه اسمها مرتبه ميديكال الكلام ده تمام خالص تمام. هما يعني دي حاجات ممكن عشان البيع والكلام ده، لكن مفيش حاجه اسمها ميديكال كاربت او ميديكال بيلو او الكلام ده، مفيش كلام خالص. تمام. فانا محتاج ان انا انام على حاجه مريحاني، محتاج انام يكون رقبتي مستريحه، محتاج برضو ان انا اكون نايم في وضع احنا زي ما احنا بنقول ما ينفعش وضع النوم على البطن، ما ينفعش وضع النوم على الظهر. الى الحالتين لو انا على مخده هيحصل ثاني للرقبه، فاحسن وضع للنوم هو النوم على الجنب. تمام تمام اوكي، بنشكر حضرتك قوي يا دكتور، ميرسي جدا.